دلوقتي مع حضراتكم منظور إحدى القرى المنتجة زي ما قلنا في بداية حلقتنا، قرية شقرف في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قرية تعمل بالكامل في إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة، صناعة ضخمة تستوعب أكثر من 3000 عامل في هذه القرية. خليكم معنا. شايفين المشهد الرهيب ده؟ ده مش مصنع في الصين الشعبية، ده واحد من مصانع قرية شقرف بمدينة طنطا في محافظة الغربية، اسمه دلتا لللمبات الليد الموفرة للطاقة. ومش هو لوحده اللي بيشتغل في القطاع ده، لأن القرية بأكملها بتشتغل في تجميع اللمبات الليد الموفرة للطاقة بجميع أشكالها وأنواعها، عشرات المصانع وصالات التجميع، بلد ما فيهاش عاطل واحد. الحكاية إن في واحد من أبناء القرية اسمه وائل الشيخ كان بيسافر الصين وبيستورد اللمبات الليد الموفرة للطاقة ويسوقها بأقل الأسعار وبهامش ربح بسيط جداً، وقرر في سنة 2014 إنه يصنع مكونات اللمبات الليد في مصر. الموضوع مش صعب، وخصوصاً لو اشتغل أهالي القرية بالكامل في تجميع اللمبات، وهو وأبناء قرية شقرف يسوقوا الإنتاج في السوق المحلي وكمان يشتغلوا على التصدير للخارج. فعلاً بدأ التصنيع في قطعة أرض ضخمة بمنطقة أبو غالب بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي. هم فضلوا يفصلوا التصنيع عن التجميع واشتروا ماكينات حقن ونفخ البلاستيك عشان يصنعوا جسم اللمبات، وكانت البوردات بتيجي جاهزة من الصين وكله بيتجمع في مصانع وبيوت أهالي قرية شقرف، وطوروا الإنتاج بالوصول لطريقة تصميم البوردات من شتات النحاس، وبعدها استوردوا من الصين ماكينات زرع الليد والآيس هات اللي بتنظم الجهد الكهربائي في البوردات، وأنشأوا معامل جودة لاختبار اللمبات قبل نقلها لقرية شقرف للتجميع. وطبعاً نشأت عشرات الشركات والمصانع اللي بتجيب خاماتها كاملة من مصنع أبو غالب الوحيد في مصر، واللي بقى عنده القدرة النهاردة إنه يصنع مكونات اللمبة الليد الموفرة للطاقة بنسبة 100%. دلوقتي احنا مع حضراتكم في قرية شقرب بالغربية وبنزور مصنع دلتا، اللي بجد كان مفاجأة لينا لأن عدد عملته تجاوز 400 عامل. هنقابل سامح يوسف مسؤول توريد مستلزمات صناعة لمبات الليد لقرية شقرف بالغربية. قرية شقرف إزاي تحولت من قرية زراعية لقرية صناعية في المقام الأول؟ إزاي الناس دي تأهلت؟ تمام. الناس دي فهمت الصناعة دي إزاي؟ عايز أفهم. هو حضرتك يا بتبتدي القصة من سنة 2014 لما سافر شاب من شباب أهل القرية المهندس وائل الشيخ، فسافر ده من أبناء القرية هنا، شاب من شباب القرية من أبناء القرية، فحب يعمل مشروع، فراح هناك وشاف إزاي بتتم صناعة اللمبات والكشافات هناك، فحب يطبق الفكرة هنا عندنا في القرية، فبدأت في اللمبات الموفرة سنة 2014، فكان بيتم استيرادها في حاويات ويتم تجميعها هنا في مصر، واستمر الموضوع ده حوالي سنة. بعد كده دخل صناعة سنة تجميع في اللمبات الموفره، والناس هنا تقبلت الامر ولا كان مصنعه بس؟ لا، هو كان مصنعه في البدايه بس. يعني كان في البدايه مصنعه هو، بعد كده اتجهت الافكار والتكنولوجيا الحديثه لصناعه الليد واللمبات الليد، فخلاص سافر مره تانيه وجاب حاويه تانيه فيها اس كي دي لمبات ليد اس كي دي، وتم تجميعها اجزائها كلها بالكامل مستورده وبيتم تجميعها هنا داخل القريه، وبعد كده اتجهت الاتجاهات الى ازاي يتم تصنيع جزء ولو جزء بسيط من أجزاء اللمبة دي داخل مصر، فتم الاتجاه إلى نعمل استنباط في داخل الصين، وتم استيراد ماكينات حقن بلاستيك ونفخ بلاستيك، واستمر على كده. خلاص اشتغلنا بالمكن الحقن والنفخ، بقينا بنعمل الجسم. دي كانت المرحلة الأولى. بعد كده ازاي قعدنا نفكر ازاي نعمل البي سي بي اللي هي البوردة نفسها، المكونات الإلكترونية، البوردة اللي عليها البوردة اللي عليها الليدات، ازاي نعمل الليدات. فمع العلم الحديث والتكنولوجيا هناك في الصين، ففي مكان اسمه SMT، فقدر ان هو يجي هنا مصر تاني ويستورد مكان BCB وSMT، عمل مصنع BCB وSMT داخل مصر هنا، وبدأ بقى اي بوردة اي مقاس هو محتاجه
فبدل ما تستنى شهرين عشان تطلب اوردر من الصين ويجي لك هنا لمصر، فخلاص بقيت حضرتك بتقدر دلوقتي يجي لك الشيت على بعضه بتقطعه بالمقاس اللي حضرتك محتاجه ويخش بعد كده على مرحله الزراعه مكان الاس ام تي. وانا بالنسبه لي انا شركه دلتا مورد ليا، يعني حضرتك انا بدل ما اروح الصين اطلب اوردر بلاستيك ولا اوردر بي سي بي بورد يجي لي بعد شهرين وادفع دفعه مقدمه 30% او 50% وبعد كده استنى شهرين على ما تجي لي، ما انا قدامي المصنع يعني في خلال اسبوع يقدر يديني الكميه اللي انا عايزها. الناس هنا استوعبت الموضوع ازاي بقى؟ فهموه ازاي؟ اتشجعوا للصناعه ازاي؟ فهمني. انت عندك حضرتك دلوقتي يعني هي البدايه كانت عن طريق شركه دلتا هنا في البلد. هنا زيرو بطاله. كان بلدنا دلوقتي زيرو بطاله، حضرتك يعني شقرف بتستحوذ. شقرف بتنور مصر. شقرف بتنور. والعالم على فكره انتوا مش بتصدروا؟ اه طبعا. العربيه اللي بره دي راح السودان على سبيل المثال. في كونتينر دلوقتي رايح السودان. بتصدروا فين تاني من قريه شقرف؟ بنصدر لغانا وتنزانيا، في مصنع برضه في تنزانيا ان شاء الله بيتم تم تاسيسه بالفعل. تبعكم هنا؟ اه ان شاء الله. تبع ولاد شقرف؟ تبع شركه دلتا، تبع شقرف ان شاء شركة الله. شركه دلتا. اه ان شاء الله. انت اللي بيدخل هنا بيتصدم. يعني انا داخل مش ممكن. حجم تمام. العماله مهول ما شاء الله. يعني انا تخيلت، انا كنت وانا جاي من القاهره متخيل ترابيزه وعشر ولاد هنا وعشر ولاد هنا وبيجمعوا. تدريبهم ازاي واقنعته ازاي ان هو يسيب التوك توك ويجي هنا؟ هو حضرتك يعني احنا اهم حاجه في الشباب، الشاب لما يلاقي الاستقرار في مكان وشركه محترمه بتوفر له كل احتياجاته وبتوفر له يعني من ناحيه الاحتياجات الماديه، احتياجات من ناحيه التامين الصحي والتامين عليه بوجه عام، كل احتياجاته متوفرة، فخلاص هو هيدور ليه على يعني يشتغل على التوك توك ليه؟ طب حضرتك يعني وكيل لمعظم المصانع هنا، بجيب لهم الخامات اللي بيقفلوها ويركبوها ويعملوا حتة الذهب اللي منورة مصر والعالم. خلينا نقول كده، شقرف بتنور مصر والعالم الحمد لله ان شاء الله. لكن بتسوقوا اللمبة بتاعت شقرف، خلينا نقول لمبة شقرف. ما هو انت عند حضرتك شفت دي؟ لمبة شقرف. حضرتك عندك بالنسبة للتسويق في تجار جملة وفي تجار تجزئة، في هنا شركة دلتا عندها عربيات بتقدر توصل للمحلات في أماكنها عن طريق خطوط سير وخدمة عملاء وخدمة ما بعد البيع، والضمان طبعا فعال 100%، ما عندناش أي مشكلة ضمان في الضمان. سنة مش كده؟ ضمان سنة. اه زي ما حضرتك، زي ما العميل محتاج، محتاج ضمان سنة، محتاج ضمان 3 سنين، زي ما حضرتك عايز. بالنسبة وفي متوفر اللمبات البنالات والسبوتات كشافات شوارع، في مشروع ضخم إن شاء الله دلوقتي جاري تجهيزه كشافات الشوارع ان شاء الله ننور المدن الجديده. انتوا فين بحياه كريمه؟ نوروا كورونا الاول ان شاء الله. ان شاء الله طبعا طبقا لتعليمات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تشجيع الصناعه المصريه، احنا قدرنا ان احنا يعني خلاص بقى قلبنا جامد ان احنا نخش في الصناعه. دلوقتي هنقابل محمد عوني غنيم مدير مصنع دلتا لانتاج لمبات الليد بقريه شقرف بالغربيه، وبالمناسبه دلتا في مصنع كامل لانتاج الكرتون الخاص بتغليف اللمبات بعد تجميعها، وبيمتلك اسطول عربيات للتسويق. محمد عوني غنيم، انت هنا مدير المصنع، بتدور الكلام ده ازاي؟ بتسيطر ازاي على 400 عامل في صاله واحده؟ كل عامل من دور متدرب على المهام اللي هو بيقوم بيها، يعني كل واحد بيخش على الوظيفه بتاعته بيعملها عادي بطبيعه هو اتدرب عليها، وعندنا ناس مدربه الناس دي على كل مراحل الانتاج، فبالتالي كل واحد بعد ما ياخد فتره التدريب بتاعته بيخش يشتغل على مرحلته الطبيعي. هنا انتوا عندكم كام خط انتاج هنا؟ هنا 8. 8 خطوط. اه. طب في فرق بين اللي بيعمله الشباب واللي بيعمله البنات او السيدات في منطقه السيدات؟ اه في فرق في الانتاج، لان الواحده الست مش زي الراجل في الشغل، فالراجل بيدي عدد اكتر. عدد اكبر. اه وبيشتغل عدد ساعات اكتر. طب انت لو قسمنا العماله نسبه قد ايه شباب وقد ايه بنات او سيدات؟ نسبة 30% بنات و 70% شباب. 70% شباب. اه. بتأهله ازاي ان هو يبقى شغال الشغلانة دي؟ يعني بياخد منك قد ايه عشان تدربه؟ بياخد 30 يوم، بياخد شهر، فترة تدريبه 30 يوم. 30 يوم؟ 30 يوم. ما تاخدش منه منتج نهائي. لا ما ياخدش منه منتج نهائي. بتخضعه يعني للتدريب والمراقبة. اه بالظبط. اللي بيقوم بالتدريب ده قسم الجودة عندك؟ إنتاج والجودة. يعني مدير الإنتاج ومعاه مراقب الجودة. أبى أسألك سؤال. اه انت راجل بقيت ضارب في الصناعه دي وقوي جدا في الصناعه دي، بفضل الله الحمد لله. النهارده صناعه زي دي وفرت لنا ايه؟ لا وفرنا تكلفه مثلا بنسبه 50% من تكلفه المستورد. واقف عليك اللمبه بكام؟ اديني كده شويه اسعار كده، يعني اللمبه اللي بره مثلا بشتريها انا ب 70 جنيه، انت تقدر تطلعها لي من جوه المصنع هنا بكام؟ على حسب حجم اللمبه، يعني شوف اللمبه. لمبه عاديه، لمبه زي اللي قدامنا دي، اللمبه العاديه جدا، ال 40 واط دي. انا ممكن اديها لحضرتك ب 25 جنيه في الليسته، بديها للمحل بكده. يعني 25. الشاب ده حقوقه ايه؟ احكي لي كده ازاي خليناه مكرم في صناعه وطنيه محترمه هي صناعه اللمبات الليد. الشاب اي شاب من الناس اللي شغال هنا متامن عليه. تمام. تامين.
بياخد مرتب يعني معين ومؤمن عليه وليه مرتب ثابت. طبعا. رعايه صحيه عامله ازاي؟ جميع الرعايه الصحيه له لاطفاله وزوجته ووالده ووالدته. لو لا قدر الله في حاله اصابه يحصل ايه؟ لحاله اصابه لو بيقعد في بيته بيديله المرتب بتاعه كامل. القريه دي كانت في يوم من الايام ولادها بيهاجروا بره. طبعا. النهارده الهجره بقت عامله ازاي؟ لا خلاص انت النهارده القريه ما عادش فيها سفر. بقى كل الناس بقت شغاله، بقت القريه اتحولت لقريه صناعيه. انت في اليوم الاف الاف اللمبات. تمام. الملايين اللي بتطلع شهريا دي متباعه. بفضل الله، ما انا شغلي بجوده وبسعر كويس، انا محقق المعادله الصعبه. عندي جوده وعندي سعر كويس. وشغال محلي وبصدر بره. عندي مثلا 6 ايام بشغل 3 ايام تصدير و3 ايام للسوق المحلي في مصر. ممكن حد يدخل المصنع هنا يقول لك انت ليه يا ابني ما بتعملش سيور وتعمل مش عارف ايه وتقلل العدد الكبير ده من العماله وتطور وتعمل لا. تكنولوجيا بدل اليدوي، الناس بتقفل بايديها وكلام من ده. باشا انا عايز إيه؟ انا عايز كل يوم ادخل عامل جديد، ادخل موظف جديد، ادخل حد زميلي في الشغل جديد. عايز كل يوم سبت الاقي 20 واحد عايزين يشتغلوا واشغلهم. القريه حالها مبهر فعلا، كل البيوت بتشتغل على تجميع اللمبات. تعالوا نقابل محمد عبد الرحمن صاحب صاله لتجميع اللمبات الليد بقريه شقرف بالغربيه، والله جدع وبيعمل عائد محترم شهريا. استاذ محمد عبد الرحمن، انت عامل صاله لتجميع اللمبات الليد، بيجي لك الموزعين الموردين المصانع يقول لك لو سمحت جمع لي ال 10 15 50 الف لمبه دي يوميا ما بين لمبات كبيره ولمبات صغيره. انا عايز منك اسرار الشغلانه، ايه اللي اغراك انك تكمل في شغلانه زي دي؟ يا شغلانه بسيطه الحمد لله، وفتح بيوتنا كلنا الحمد لله. انا معايا 90 عامل شغالين هنا من القريه. 90 عامل هنا؟ 90 عامل. شغال ورديتين معايا، ورديه بالليل ورديه بالنهار. انت عندك اماكن ثانيه او صالات ثانيه للتجميع؟ عندي صاله ثانيه تجميع غير المكان ده. قدراتك كم لمبه في اليوم يعني كبيره وصغيره؟ احنا يعني في الورديتين ممكن بنجمع في حدود حوالي 5000 لمبه من الكبير، وحوالي من 15 ممكن 17000 لمبه من اللمبات اللي هي التسعه الصغيره. الصغيره الصغيره. بتحسب ازاي؟ انا بجيب لك كراجل مورد كل خامات اللمبه. ايوه صح كده؟ مظبوط. بتعمل انت ايه بقى وبتحاسب عليها ازاي؟ بجمع انا اللمبه، باخد على التجميع اللي ربنا قسمه لي بقى، يعني مثلا باخد ربع جنيه في اللمبه. ربع جنيه في اللمبه؟ ربع جنيه في اللمبه الواحده. انت مالك شعب التوزيع صح؟ لا انا ماليش علاقه بالتوزيع. طب انت ليه ما دخلتش انت انت راجل معاك العماله ومعاك صالتين ومعاك 90 عامل، ليه ما فكرتش ان انت تقفل منتج لنفسك؟ انا شايف ان انا كده احسن افضل يعني. انا شايفك فاهم في الشغلانه وداخلها عن اقتناع كامل ان هي عمل كبير جدا، وان هي الشغلانه نجحت جدا في القريه على مدى 7-8 سنين. الشغلانه دي فتحت مجال، مش مجال، فتحت بيوت القريه وفرة جنب منها. بتفكر ازاي في الفتره اللي جايه؟ بفكر اكبر المكان. اكبر المكان وتزود الصالات بتاع التجميع. يعني كان حلمي ان انا مثلا ما اعمل 15000 او 10000 او اي عدد، لا اطلع رقم. اللي قدام حضراتكم ده الحاج بسيون المزين صاحب مصنع الفرسان لإنتاج اللمبات الليد بقرية شقرب بالغربية، وهو بالمناسبة كان بيشتغل في السعودية لمدة 32 سنة. عايز أسمع الحكاية. حضرتك رجعت بالسعودية بعد 35 سنة، ليه قررت تدخل في هذه الصناعة وفهمت معاييرها وضوابطها منين؟ أنا حسبتها أنا رجعت من السعودية ما عنديش شغل. لما رجعت من السعودية قعدت يمكن شهر بدأت الشغلانه ديت، بقيت جبت الشعبي واشتغلت في الشعبي. يعني ايه شعبي فهمنا؟ الشعبي ما انا قلت لحضرتك الشعبي الاضاءه بتاعته اقل من هيكوالتي. تمام. بس دي اضاءتها اعلى ودي اضاءتها اقل شويه. اضاءتها اقل شويه. تمام. هل البورده هي اللي مختلفه؟ البورده مختلفه تماما، كل البورده والجسم وكل حاجه مختلفه. يعني دي مثلا الومنيا البورده بتاعتها والثانيه بورده ايه؟ دي حجم الومنيا اللي هي الهيكواليتي، والثانيه بلاستيك بس ما فيهاش حاجه الومنيوم. بلاستيك وبتركب عليها الليدات، وتركب الليدات والدوايا والجسم والتنو. بتسوق شغلك ازاي بقى؟ انت خلاص صنعت وعملت اقول لك ايه بورتفوليو، عملت عدد كبير من المنتجات. تمام. لنفسك. تمام. نزلت سوقت ازاي بقى؟ بسوق طبعا عندي في عربيات على مستوى الجمهوريه بتوزع. تمام. يعني الحمد لله الاسم وصل الصعيد وجميع انحاء الجمهوريه موجود. الفرسان اللي انا شايفه ان انت بتحب تطور كتير، صح كده؟ تمام. الافكار دي بتجي لك من انك تعمل اللمبه الليد، انك تعمل اللمبه اللي هي بتاعه السهاري، انك تعمل اللمبه بتاعه السقف اللي هي بتاعه المكاتب، البوفونيره، انك تعمل الاسبوتات البوفونيره. الافكار دي بيجي لك منين وبتجيب الاسطمبات بتاعتها ازاي؟ الاسطمبات موجوده في محور بتاع البلاستيك، المصانع بتاع البلاستيك زي الدلتا وزي عندها الاسطمبات بتاعتها. الاسطمبات موجوده. تمام. وانا بجيب الخامات وعندها الزرع الليد ودي، فانا بجيب الخامات وبجيب البلاستيك وانا زي ما حضرتك انت بيجيلك البورده جاهزه بالليد بتاعها. بجيب البورده مزروعه جاهزه. مزروعه بيها. يعني انت مثلا بتجيبها وتفكها وتتفرج عليها وتشوف عملوها ازاي او المقاسات بتاعتها ترفعها. انا بفك الاسبوت ده
وبشوفه متربط ازاي، طيب اقوله فين واخره فين، بحطه بعمل عليه تيست. التيست ده يقعد له مثلا 10 15 يوم شغال ما ينطفيش، اشوف الجوده بتاعته هيتحمل قد ايه، حطه تحت اقصى ضغط. ايوه عشان شغال 24 ساعه لحد ما اوصل ده تمام خلاص اخش في المنتج. شقرف زي ما حكينا لحضراتكم مصنع كامل بشوارعها وبيوتها لتجميع لمبات الليد الموفره للطاقه بجميع اشكالها واحجامها. دلوقتي هنتحرك على مصنع ابو غالب بطريق القاهره الاسكندريه الصحراوي عشان نشوف عمليات تصنيع مكونات اللمبات الليد الموفره للطاقه، وده المصنع اللي انشاه ابناء شقرف وبيورد كل مكونات اللمبات الليد لاهالي القريه. هنقابل حازم الخولي مسؤول قسم زراعه الليد بمصنع دلتا للصناعات الالكترونيه. خليني افهم منك حضرتك، انا مسؤول قسم زراعه الليد في البورده بالزبط. اللي هي النقطه الصفراء دي تتزرع في البورده دي اللي احنا برضو بنعملها. انتوا بتعملوا هنا كل حاجه مظبوط. حاول تشرح لي شويه عن المصنع، فهم الناس احنا بنعمل ايه هنا. عندنا اول حاجه اللمبه متكونه من كذا جزء. اول جزء عباره عن الجسم بتاع اللمبه اللي هو الجسم البلاستيك، ففي عندنا قسم موجود فيه مكان حقن ومكان نفخ اللي هو بيعمل الاسطمبه بتاعتها، بيعملها شكل اللمبه. يعني مش شرط لمبه، ممكن بنل اي مكون اي منتج من منتجات الليد. ده بالنسبه لاول جزء في اجزاء اللمبه. تاني مصنع عندنا بنتكلم فيه عن اهم جزء في اللمبه اللي هو جزء البورده. ده يمكن الجزء اللي كان صعب شويه لان داخل فيه تكنولوجيا كتيره وتكنولوجيا معقده، لحد ما ادينا فضل ان احنا نرضى نكون المصنع ده هنا او نعمله هنا ونشتغل بيه باذن الله. يعني بعد كده بتخش على قسم تاني من الاقسام. عندي قسم المكابس، اللي هو عندي قسم المكابس ده عايز ادي اللمبه التشكيل بتاعها. فطبعا عندي استنباط كتير باشكال المنتجات اللي انا محتاجها كلها، ببتدي ادي اللمبه التشكيل اللي انا عايزه. وبكده اكون انا خلصت الجزء الرئيسي اللي هو الدائره الكهربائيه بتاعه اللمبه او التشكيل بتاع اللمبه. بعد كده بخش على جزء تاني من الاجزاء اللي عندي وهو قسم الزراعه، ويمكن ده من اهم الاقسام اللي عندنا هنا في المصنع اللي هو احنا موجودين فيه حاليا. وده يعني القسم اللي مثلا التكنولوجيا فيه عاليه شويه. احنا كده بنتكلم في حوالي 10 خطوط بالظبط، صح كده؟ خمسه هنا وخمسه هنا بالظبط، 10 مكنات. يعني المكن ده كله بيقوم بنفس الوظيفه بنفس الفكره. المكن ده مش بيزرع لمبات بس، انا ممكن استخدمه في زراعه اي بورده، اي بورده ايا كانت. اول ما بستلم البورده من قسم البي سي بي ببتدي ان انا اخش على قسم الاس ام تي او قسم الزراعه. بتجي لي المكونات على هيئه بكر، بتبقى البورده فاضيه خالص ما فيهاش اي مكونات. ابتدي ادخلها على المكن بالبرنامج اللي انا حاطه عليها، يطلع لي الشكل النهائي للمبه، الدايره الكامله لللمبه. هو يزرع الليد الاصفر بالظبط كده، الليد الاصفر والمكونات اللي هي مقاومه الجهد وغيرها بالظبط كده، اللي من غيرها ممكن يحصل ايه في الليد؟ الليد مش هيشتغل، هيتحرق ويحصل فيه مشكله، هيتحرق لان ده منظم الجهد بالظبط كده. بدخل بعد كده مرحله ثانيه الى مرحله التجميع، ان انا ابتدي اقفل اللمبه تبقى منتج نهائي. طبعا احنا بنتكلم على منتجات الليد، مش بنتكلم على تقفيل اللمبه. ده بقى اللي بيتم في شقرف، كل المكونات والاشكال اللمبه المختلفه دي بتروح على شقرف، كل واحد بقى ودماغه بالظبط. اللي طور اللي فضل على نفس اللمبه العاديه، اللي بالزبط. عايز يعمل لمبه كبيره، اللي عايز يعمل كشاف شوارع بالزبط. كل واحد وشطارته في شقرف. هي الاشكال كلها كتيره بس المكن كله فكرته واحده. ممكن اي حد يجيب اي منتج في دماغه بيستخدم في ليد بفكره معينه وعايز يعمل الفكره ديت على ارض الواقع، احنا بفضل هنا في المصنع ده نقدر ان احنا ننفذ له الفكره ديت ونديله المنتج اللي هو بيحلم بيه في مجال اللمبات ومجال الاناره. انت جاي لك مكن قنابل ان شاء الله، انت ممكن تصنع اي بورده في العالم ان شاء الله. صح كده بالظبط كده. احنا هل ممكن الاقي مثلا ان بعد شهر ولا اتنين بقى عندنا كل انواع الاجهزه الكهربائيه اللي ممكن نعمل بورداتها باذن الله؟ احنا ان شاء الله دلوقتي متعدين على نوع جديد من مكن الاس ام تي او مكن الزراعه. الخط الجديد ده باذن الله ممكن يزرع اي بورده ايا كانت، ممكن مثلا بورده كمبيوتر، بورده موبايل، اي شكل من اشكال البورده، اي شكل من اشكال البورده فيها تعقيد اكتر من كده. دي الخطوه الجايه اللي احنا بنفكر فيها واللي بنطمح فيها، بحيث ننقل المصنع من اللمبات الليد لحاجه ثانيه، او نعمل نقله لحاجه ثانيه، حاجه اكبر، حاجه تكنولوجيا تكون معقده، حاجه يعني تواكب حلمنا، تواكب اللي احنا عايزين نوصل له. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس مصطفى صوابي المسؤول عن صيانه مصنع البلاستيك في مصنع ابو غالب. عدد محترم من ماكينات حقن ونفخ البلاستيك الخاصه بتصنيع جسم اللمبات الموفره للطاقه. المهندس مصطفى صوابي، حضرتك هنا المسؤول عن صيانه مصنع البلاستيك. تمام. معدات عديده جدا للحقن والنفخ. اولا احنا ما عرفناش نصور عندك من اصوات المكن، اكيد، وان ممنوع تقف. تمام. لازم تستمر في العمل، دي معركه. ليه كل الشغل ده وعلى مدار اليوم؟ المكن عندنا شغال 24 ساعه عشان اوفي احتياجات الناس واحتياجات المصنع من عندي. انت طاقتك قد ايه؟ انا عندي 14 مكنه حقن واربعه نفخ وحقن في نفس المكنه. المكنه النفخ وحقن ديت بتطلع لي في سكه 100,000 لمبه في اليوم. دي الواحده؟ دي المكنه الواحده. طب والمكنه اللي هو حقن لوحده؟ الحقن بقى على حسب بقى القدره الانتاجيه بتاعته، وعلى حسب الاسطمبه اللي شغال عليه، وعلى حسب الحاجه اللي احنا بنطلبها من المكنه نفسها.
هنا المصنع هيعملوا شكل جديد من اللمبات، حضرتك تبقى مسؤول تعمل لها الغطاء بتاعها، الشكل اللي في النهائي بتاعها. هو الاسطمبه بتجيلي على الشكل اللي هم الاداره اللي بتختاره او هم اللي بيعاوزينه، ونبدا عندنا في المصنع بنبدا نعمل الكميات اللي نهائيه منها عشان تقدر تغطي الطلب عليها. بالظبط كده، صح كده، وده اللي بيتورط بقى لشقرف يصنع يقفلوه او للتصدير للخارج. بالظبط. تعالوا بقى نقابل محمد الكلاف مدير مصنع دلتا للصناعات الالكترونيه، وهو من ابناء قريه شقرف المؤتمنين على اداره المصنع والاشراف على الانتاج. محمد الكلاف، حضرتك هنا من اقدم العاملين، 7 سنين تمام في المصنع هنا. تمام. وحضرتك من ابناء قريه شقرف. تمام. صح كده. بدانا قصه بالاستيراد وانتهت بتصنيع مهول زي اللي احنا شايفينه. تمام. حضرتك احكي لي ده اثره ايه على الناس هنا؟ المصنع هنا ازاي اتطور بالشكل ده؟ رايحين لفين؟ اشرح لي. بدانا اللي احنا شفنا احتياجات السوق في ايه والتغير اللي هو في التكنولوجيا بتاع السوق، وكان في بعد اللمبه الموفره بدات اللمبه الدرايفر. اللمبه دي بتبقى عباره عن بورده موجوده فيها الليد ده ليد جوده ودرايفر منفصل. ديت كانت النقله الثانيه، نقله جديده بالنسبه لسوق الاضاءه في مصر. بدانا احنا بعد كده اللي احنا نستورد مكونات اللمبه الليد ونوفرها في السوق المصري. بعد برضك نجاح الحمد لله بفضل الله ونجحنا في البدايه الثانيه لانتاج الليد. بدا عندنا فكر وتطور اللي احنا ليه ما نعملش احنا نصنع البورده هنا. بدأنا اللي هي دي البوردة دي. البوردة دي بدأ عندنا اللي احنا جبنا مكان البي سي بي وبقينا نصنع البوردة هنا. خليني أسألك سؤال، وانتوا بتتحولوا من مرحلة التجارة لمرحلة الصناعة قرية شقرف. تمام. العمالة المدربة كانت بتمثلك مشكلة، وخصوصا هنا في المصنع؟ هنا المصنع فيه كله أجهزة حديثة. لا ما تمثلتش مشكلة، العمالة الحمد لله كانت بتتواكب مع التطور اللي احنا كنا بنعيشه. بقى أصبح اللي هم الحمد لله ليهم خبرة كبيرة في المجال بتاع زراعة الليد وتصنيع البوردة وتصنيع البلاستيك. نرجع تاني لقرية شقرف. حسب ما قال لنا سامح يوسف مسؤول توريد مستلزمات صناعة لمبات الليد لأهالي قرية شقرف، هي عايشة في مأساة حقيقية، فرغم أنها قرية بالعاطل وقرية منتجة إلا أنها بتعاني بقوة من غياب الخدمات. الطرق سيئة جدا، رغم أنه بيخرج ويدخل عليها يوميا حوالي 600 عربية نقل محملة بالبضائع والخامات، والخدمات المصرفية معدومة، حتى البريد غير متواجد. كمان مفيش خدمات صحية، ومحتاجين مدرسة ثانوي وخصوصا مدرسة صناعية فيها تخصص كهرباء. أكيد مطالبهم عادلة جدا. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يزور أحدث مراكز تجهيز اللحوم البلدية بأعلى جودة، والتي أنشأها خبير اللحوم تامر طنطاوي في جمعية أحمد عرابي الزراعية بمدينة العبور، حيث يسعى لتطوير مهنة الجزارة في مصر والارتقاء بالعاملين بها وتأهلهم لتقديم لحوم عالية الجودة للمستهلك في السوق المحلي.